اختتم معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار بإعلان أسماء الفائزين بجوائز ومنح أفضل الابتكارات. وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم تقييم الابتكارات تقييما علميا واقتصاديا بواسطة لجان تحكيم متخصصة لاختيار أفضلها. معرض القاهرة الدولي للابتكار هذا العام يعد الأكبر من نوعه من حيث عدد الابتكارات والمشروعات، حيث يضم أكثر من 530 فكرة مبتكرة ونماذج أولية واختراعات وابتكارات متميزة قابلة للتطبيق الصناعي. المعرض بيمثل فرصة مهمة جدا لأن الأفكار بتاعة الشركات الجديدة والشركات الناشئة والشباب تنتشر وتتوصل بالسوق وزبائن المحتملين. احنا فريق لايكنز من هندسه اسكندريه بنصمم طياره. الطياره دي بنشارك فيها في مسابقات عالميه، مسابقه SAE International. المسابقه الهدف منها ان احنا نعمل طياره تطير اقلاع سيف لاندنج، والطياره الهدف منها ان احنا نوصل مساعدات انسانيه للاماكن النائيه البعيده. لاول مره كان هناك محور للفنون والاداب، حيث ان هناك اكثر من 10 ابتكارات في الفنون والثقافه العلميه وعشرة مشروعات من مشروعات الابتكار في العمران الأخضر. الصين هي يعني دولة سابقة جدا في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا الصناعة. الأفكار الجديدة اللي موجودة هنا في مصر محتاجين نعمل تعاون ونقل خبرات بين اللي حصل في الصين من مراكز نقل الصناعة الصينية وبين الشركات والأفكار المصرية اللي موجودة هنا، علشان خاطر نرتقي بالأفكار ونوصل بها إلى أشكال صناعية جيدة. تم اختيار الصين ضيف شرف للمعرض هذا العام ممثلة في المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا بمشاركة أكثر من 10 مشروعات لشركات صينية مختلفة في العديد من المجالات. في هذا التوقيت جئنا بصحبة العديد من الشركات، ولدينا شركات لها علاقة بالطب الصيني التقليدي بالإضافة إلى عدد من شركات التجارة الإلكترونية كي نبحث عن فرص. أجنحة معرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار شهدت إقبالا كبيرا من الزائرين والباحثين وممثلي الشركات هذا العام. معرض القاهرة الدولي للابتكار هو أحد الآليات لتطبيق مخرجات البحث العلمي ليفتح آفاقا جديدة أمام المبتكرين والمخترعين لتسويق منتجاتهم واختراعاتهم بطريقة فاعلة. مستجاب عبد الله، CGTN العربية، القاهرة.